هي مش هدات الشكايه. ليه انا لا مش درت الشكايه بالنصاب، من الصبر هي ما تدويش على عطاتناش فرصه الختيفه. سولنا هذيك الساعه. تجي هي باش ديروا عليه به شكايه، خصها المتضرره سولنا هذيك الساعه شويه خرجت حيت هي صيفطات الفلوس، صيفطات غتكون الفلوس صيفطاتهم في شي قالها وكاله. فتحي كون فتحات وقيله وخد الريد ديالها يمكن، واخد الريد ديالها، يعني غادي تدوز مباشره الكونت ديالو. هو راه عرفتي غادي شكون يشوفوا الكونت اللي دخل اللي دوز لي داكشي، راه تبارك الله البوليس راه ما غادي يدك عليك شي قلت ساهل. يلعبوا هاد النصابه، قالت ما تيخليوش اثار مورا. الله يهديك الله يهديك، ما تيخليوش اثار، كاينه شي حاجه سميتها ما تيخليوش اثار. صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. حضيو راسكم من النصابه، دائما هذه الرساله كنوجهوها تقريبا في جميع اللايفات اللي كيكونوا عندهم علاقه بالنصب. قبل ايام تكلمنا مع واحد الشاب اللي هو مريض بالسرطان ديال المصران، شاب مسكين كله امراض مزمنه فيه، ما عرفتش شحال من مرض ومرض، لدرجه ان خلى داره في الفقيه بن صالح وجا ولا كيبات حدا موريزكو باش انه مسكين يطلب باش يداوى ويطلب باش يصيفط لوليداته. اتصل به واحد السيد قال له راه كاين واحد المحسنين بغاو يعاونوك ولكن خصك تصيفط لهم واحد المبلغ ديال 2000 درهم. السيد مسكين عيط لمرتو، مرتو تسلفات وتكلفات وصيفطات هذيك ال 2000 درهم، حقا ما حقا غنشريو لك الدار. قلنا ليه راه باقي الناس ساجين، حنا ماشي راه باقي الناس ساجين، باقي الناس اللي كيقدروا ان النصاب يضحكوا عليهم، حيت النصاب كل نهار كيقرا قرايه جديده، كل نهار كيطور طريقه النصب ديالو وكيختار الفريسه ديالو بكل عنايه واهتمام. وقلنا الله يجازيكم بخير الناس المراد اللي كديروا معانا لقاءات، راه لا اتصل بك شي انسان وقال لك انا من طرف هذا الزميل ولا هذه الزميله ما تبقاوش تصيفطوا لي الفلوس، وعاود تكررت واحد راجل مقطوعي ليه رجليه وعاودوا نصبوا عليه في واحد المبلغ مالي في المارشي كريو. قبل يومين قالوا ليه صيفط لنا الفلوس باش نصيفطوا لك الفلوس. اللي بغينا نقولوا للناس راه ما كايناش شي حاجه سميتها واحد غيصيفط لي الفلوس ولا غيصيفط لي تليفون ولا خصني تنخلص على داكشي عاد يوصلني، هادي راه ما كايناش. حتى لا قال لي كاين الخلاص، واخا خويا تيوصلني داكشي ونخلص عليه. ما تبقاوش تثيقوا، ما تبقاوش تثيقوا في النصابه. اليوم قصتنا ماشي ديال بنت دارت نداء باش تقلب على المساعده الاجتماعيه والانسانيه وتنصب عليها، قصتنا اليوم هي ديال واحد شابه مغربيه ساذجه نيه طيبه بنت عائله، ما تتعرف تدخل ما تعرف فين تخرج، راه باقي هاد النوع ديال بنات الناس. راه كاينه البنت اللي الا خرجت من باب دارهم ما تتعرفش شنو قبلها غتصد، الا ما خرجتهاش امها وما خرجوهاش خواتاتها ودو تنعرفوهم وراه كاينين. هاد البنت هادي اللي ما كملاتش الدراسه ديالها وبركات في دارهم، ما قرات ما خدمت ما تعلمت صنعه، بنت الدار ما تتعرف ما تحل ما تربط، ما عندها مواقع تواصل اجتماعي، عندها فيسبوك ما عندها انستغرام ما عندها تيك توك، عندها الواتساب. دخل عليها واحد النصاب وداكشي اللي وقع عليها جد 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 خطير. خليكم معنا نتعرفوا على القضيه ديال الاختفاء الغامض ديال الشابه اميمه، ومعنا الام ديالها اللي الحاله ديالها كيعلم بها الا الله سبحانه وتعالى. الحبيبه ديالي قربي حدايا اجي انتي، كي بقيتي بعدا من جيت بنيتك متقطع لهلي وصل شي ام لهاد الحاله اللي انا واصله ليها. أنتي قلبي تيتحسك عليا كبيتك كري درويش بزاف، الا خرجات غيتكرفصوا عليها اي واحد يستغلها. شي عمره تقول ليها نشدك تسخري عندي وبقاي عندي تجلس ما نطوراش، ما فيهاش حكم داك الخوف اللي خافت ان ملي اكتشفنا ان الفلوس مشات ما قدرتش تواجهنا. الدريه تصدمات خرجت عينيها طاجين وجهها صفر خايفه منا، رغم اننا دوينا معاها ودو مع خواتاتها راه قاريات وواعيات وعارفين بان هادشي راه كاين. قالوا ليها راه نصب عليك واللي عطى الله. شنو وقع لها؟ شنو وقع لاميمه؟ اميمه اتصل بها هاد السيد، اتصل بها هاد السيد تدخل هي اتصل بها هاد السيد قال لي راكي ربحتي معنا ايفون وشي 50000 ريال وقيله سعودي. الدريه تاقت على اساس هو يا سعودي تيدوي معاه بلغه اجنبيه لغه عربيه، هي ما تعرفش مسكينه دوي معاه باللهجه خليجيه. حتى هي صدقات، انا ما كنتش هنا مشيت نعزي في الرباط، ملي جيت نهار شحال هو كيهضر معاه ما عرفتش بالضبط تقدر اول تخير. مكالمه كانت امتى اول ما عرفت حيت هو كان تيمسح لي كونفرساسيون تيمسحهم ما تدوز وقيله 12 ساعه وتيتمسحوا وقيله. ملي اكتشفت انا نهار الحد دخلت عندها التليفون، ما التليفون ديالها الدريه باش تعرف فيها ما فيها لا غش لا والو ما دايرهش لا الكود ما دايره لا كود لا والو.
كيفاش دخلتي عند التليفون؟ عندي انا تليفوني تيتقرا ما تيبقاش يتقرا لي لي زوديو ودايره هي تي جروب معانا مع خواتاتي العائله. دخلت انا الجروب باش نقرا لقيت داخل ليها هو داير اللوغو ديالو باسم شركه باش ساقت فيه هي. ملي دخلت قلت لاختها قلت لها شوفي اختك راه مصيفطه الفلوس وهادي قالت لي ماما هذا راه نصب عليها. كيفاش عرفتي مصيفطه الفلوس؟ دايره شي كونت دايره شي تصويره دايره؟ لا كاين مبلغ تيقولها صيفطي القد والقد تقولي راني صيفطت تقريبا هي مره كيطلب منها شي بالخلعه ما بغاش تقول لينا. دابا هي بقات كل مره كتصيفط حيت من خلال الكونفرساسيون اللي شفت مره تيقولها صيفطي 200 مره يقول لها 500 مره يقول لها 300 حتى المره شنو كيقول لها لانك ربحتي ايفون وربحتي معنا مبلغ مالي قدره 50000 ريال سعوديه. علم الله كون راه مسكين ترجم عليها بالدرهم المغربيه بانت ليها مبلغ اللي هو ما تتعرفش تحسب حتى الفلوس ما تتعرفش ليهم بزاف واخا تدي فلوس صافي وما تشاورت معكم ما والو ما كانش انا ديال المفاجاه ما خازناش قالت لي فاش سولتها قالت لي ماما انا راه كان الا جاب لي الفلوس غادي نرجعهم لبلاصتهم غتشوفوا حتى حاجه يعني هي دارت داكشي بحسن نيه صافي فاش واجهنا ودوينا معاها قالت لك لا راه مخرجه فينا عيني وتقول انا راني ربحت راه الشركه اللي مربحاني راه غدا قال لي خاصك تزيد 700 درهم مازال باقا مسكينه باغا تزيد ويجيب لي الكادو ديالي صافي. الدريه فاش قلنا لها فهموها خواتها قالوا لها هذا الشيء راه نصب راه ما عمرك ما غتربحي. الدريه تخلعات صدمات هزات حاشاك الطاروم خرجاتو عطاتها اختها ملي قالت لها خارجه خارجه لك 400 جيب لي الفرماج خرجات لقينا الطاروم ورا الباب وهي ما لقيناهاش. مشات لابسه بنتي مشات لابسه جلابه صفراء وشال باج هذيك الساعه التليفون ما داتوش لا حيت خارجه تسخر ما التليفون كان عندي انا كنت باقا شاده لا غد لي مشيت ديك النهار تبيت بعدا تنقلب من عش هذيك اللي بيت الليل كله وانا تنقلب عليها ما خليت حتى بلاصه لا غد لي مشيت للحي الاداري هنايا ديك النهار درتي بحث لفائده العائله ودويت مع ودوا معايا وانا عندهم لداخل كيسحبك هي قال لي فينا هو المبلغ اللي قلت لك راني جايب لك راني في الطريق جايب لك التليفون وبقيت تنقول ليه جي قلت ليه جي ونعطيك المبلغ زعما بيني وبينك قال لي لا صيفطيه للشركه عاد نجيب لك بغا يبقى يصدر هذاك الشيء اللي كان داير هو كانت ولا مغربي دوا معايا مغربي ابل عاديه هي داوي معاه في الواتساب بلهجه ماشي مغربيه صافي من تما وانا في البحث ما خليت مرزقو ما خليت محمد الخامس ما خليت منصور ما خليت بحار ما خليت رجلي طابو حتى صافي تتهديت تنبات نبكي عيني تيتسدوا تيتفكروا بانها درويشه ماشي ديال تكرفيس ماشي مطوره تواجه الزنقه ماشي ولا عارفه منين تمشي ولا منين تجي. دريه هنا في الحوانت سولتهم على الكاميرا اين اتجاه شدات وداك الشيء هما اللي الحوانت عرفوها وريتهم التصويره قالوا لي الدريه عندك درويشه بزاف. شمن اتجاه قالك شدات؟ ما بانش ليهم كاين الكاميرات عندهم هي قد احدى التروطوار ديالهم بان ليهم والو. قلبتي العائله؟ ما خلينا وتو عندها صحابات شدها لا عندها وحده كانت جارتنا في البرنوسي سولتها قالت لي خالتي انا راني مسافره وبقات تعيط تسول عليها. وهي هي بعقلها؟ بعقلها. هي اللي مقابله هي اللي مقابليني النصير هي اللي مقابله الدار مقابله الوالد عندي مريض راه ناعس. لقيتي مبلغ مالي مهزوز اللي هو مبلغ مالي مهم هزاتو لكم الدار وحنا ما عرفناش به التليفون اللي ورانا حيت هي ما عندهاش واحد المدخول منين انها غادا تصيفط من خلال دوك الفلوس اللي كنتو حاطين في الدار ما عندهاش وهي الامانه ديما حنا مخلين عندها خواتها خدامات انا كنت خدامه نلعب لها بدماغها شنو قالت؟ قالت غير صيفط لي واحد الفلوس والتليفون وغنرجعهم وغنفرح ماما وغنجيب لها الفلوس داك الشيء هذاك ما عرفتش راسها مسكينه مسولات منين جاك نمرتي نفهموا فيها تنقولوا لها شوفي سميتو الراجل راه نصب عليك راه ماشي ما غتربحي ما والو قالت لنا لا تتخرج عينات وتقولنا لا راه اسم شركه راني ربحت الشركه اللي ربحتني راني غنعطيه الفلوس غنعطيهم الفلوس وغادي نعطيهم الايفون والفلوس وعينا ما نفهموا فيها الدريه ملي فهمات وبحال تصدمات جاها الشوك لان ما عمرها تعرضت لشي كتصحاب دابا هي الناس كلهم بحال دارهم الدريه عندها واحد المحيط اللي عايشه فيه كتصحاب بان العالم كله هو دارهم اللي كابره فيها. انا ما كنظن اميمه غادا تخرج حيت اميمه حنينه بزاف حنينه في الكبير في الصغير في خواتها تخدامات تتعطيهم الحاجه قبل ما يطربوها هكاك الوالد ديالي انا هي اللي مقابلاه حنينه بزاف والعائله كلها تتشهد والناس هنا كلشي عارفينها. والسؤال هو كيفاش هاد الناس كيعرفوا الارقام ديال الهواتف ديال الناس وكيفاش كيدخلوا لعندهم حيت حنا بزاف ديال الناس كيعيطوا لك في التليفون. منو ما انا عيط لي واحد النهار واحد دار راسو انه من احدى شركات الاتصال وكيدير راسو لا هذا دار راسو من احدى شركات الاتصال ديال التليفونات
ولكن حنا درنا مع البروسيدور وكيوهمنا بانه هو ريسبونسابل ديال ديك الشركه. ولكن الانسان اللي كيفهم شويه راه غيعرف ان هذوك النصابه حيت الو ربحتي ربحت بناء على ماذا؟ ما مشارك في مسابقه، ما مشارك في شي جائزه، ما مني عيط لك الانسان يقول لك الو ربحتي، تما راه خصك يدخل لك الشك حيت بنادم راه كيشارك في المسابقات وشوف تشوف واش تربح. ما كايناش شي حاجه سميتها الو ربحتي الملايين وربحتي التليفونات، الهوته راه ما كايناش، وهذا الشيء راه ما كاينش. بعدا كاين في بلادنا راه ما كاينش، الله اعلم بلاد اخرى، الله اعلم حتى بلاد اخرى راه ما كاينش. الناس النية مساكن راه كيتعرضوا للنصب والاحتيال. اكيد بغينا نقولوا ان الهدف ديالنا دابا هو اننا نلقاو اميمه اللي شاف الله يجازيكم بخير، ولا تعرف عليها، بارطاجيو هاد الصوره على نطاق واسع باش اننا نرجع اميمه لامها. شنو تبغي تقول للناس؟ اللي شافها ولا اللي يرحمني يرحمها، واحد القلب راه تيتقطع عليها قلبي، ما تنعش تنسد عيني تتجي بينات عيني اميمه، حيت ماشي ديال الزنقه وما تعرفش تواجه الزنقه وما مطوراش، والدريه غير نيه غير نيه وحنينه بزاف، حنينه لواحد الدرجه ما تصورش، يعني اي واحد يضحك عليها. ولا كانت كتسمعك هي في شي بلاصه؟ لا كانت تسمعني اميمه رحميني، راني رجلي طاب وبالتقلاب، راني بنيتي بغات نتسطى عليك، وباتي باتي غوت اللي الكل هو فم اميمه ما تينعش، ولا غير يجي ما كاين لا مشكل لا والو، ما كون عيجات من دوي معاها ما تخافش، من ما كاينش اللي دوي معاها، ما كاينش اللي هو خدامه انت هي ولا شي حاجه، ما بقيتش خدامه. مرات خدام كيصرف عليك؟ خدام بناتي والدار. لا مطلقه مسكينتي ضاربه عليهم تماره، والله يقويك حبيبي يا ربي امين. كون عجات بنيتي عاد تجيب اللي عطى الله باش كما كانت. وهزاك الخبر؟ عيط لهم، عيط للوسي قلتها لي، قلتي لي راه اختفات، وحنا تنتمنى مشات عندهم. اه قالوا لي لا ما جاتش. تنتمنوا اننا نلقاو اميمه في اقرب فرصه، وعاد ديك الساعه غدار البروسيدور ديال هاد النصاب، لان هاد النصابه من السهل اننا نعثروا عليهم، لان البوليس ديالنا تبارك الله من الجرأه والكفاءه ومن الحكمه ومن الحنكه انهم غيلقاو هاد النصاب، وخصوصا ان فين تصيفطي وداكشي راه كلشي الاسماء راه كاينه ولي كارت ناسيونو وداكشي، حتى شي حاجه ما غادا تغفل على رجال الامن ديالنا. مشاهدينا الكرام الرقم هو 06 26 63 82، 06 26 63 82، هذا هو الرقم ديال الهاتف ديال ام اميمه اللي بغى يتواصل معها، ولا لقيتوها صيفطوا التصويره للمراه، ما تبقاوش تقولوا لها راه كاين هنا وكاين هنا وكاين هنا، انت اللي عيط لك يصيفط لك التصويره ويصيفط لك الفيديو، ولا قولي ديها لاقرب نقطه امنيه. مشاهدينا الكرام يا ربي تبان هاد البنيته في هاد في اليوم اليوم ترجع لميمتها، حينت الحد والحد، واليوم الثلاث راه 10 ايام والبنيته خارجه من دارهم، وباقا مسكينه لا حول لها ولا قوه، ما تعرف تحرم، ما تعرف مين تدخل، ما تعرف مين تخرج. غنختموا معكم هذا البث المباشر على امان نتلاقاو بكم بالتاخر باذن الله.